بسم الله الرحمن الرحيم. نبشركم بأنه قد تم بعون الله وتوفيقه إطلاق أحدث برنامج لتدارس القرآن الكريم، ليكون بذلك أحدث برنامج تعليمي أكاديمي للقرآن يحقق إمنياتك بتدارس كتاب الله، ويتكون من برنامج حاسوبي متخصص يساعدك على إجادة التلاوة وعلى الحفظ باستخدام أدوات مبتكرة تعمل سويا مع مكتبة قرآنية مرافقة لتساعدك على الفهم والتدبر، هذا بالإضافة إلى تطبيق للمحمول ليساعدك على متابعة الدراسة أثناء التجوال، مضافا إلى ذلك بوابة الإنترنت والتي وعبر التسجيل من خلالها تساعدك على البحث عن حلقة دراسية تناسب رغباتك وإمكانياتك وتجمعك مع مدرس يناسب كليهما في أي بقاع المعمورة كان. ويتميز البرنامج بتصميم فريد وغير مسبوق يضمن تدارس القرآن مصحوبا بالفهم والتدبر، ويتكون من ثلاثة مناطق: النطاق الأوسط هو نطاق المصحف الشريف والذي يظهر دوما الصفحتين المتقابلتين معا لمصحف المدينة المنورة في وسط الشاشة، كما أنه لا يظهر المصحف إلا بالرسم العثماني، ويظهر ويحدد نطاق الآيات قيد الدراسة أو الحفظ، وعلى وجه التحديد والتخصيص تلك الآية التي يتم تدارسها الآن. أما على اليمين فالنطاق الأيمن مخصص لتدارس الواجبات وللتعليم، فيحتوي على الأدوات التي تساعدك على التلاوة الصحيحة، وعلى الأدوات التي تيسر عليك الحفظ، وعلى الأدوات التي تتعلق بأداء الواجبات. أما على اليسار فهناك نطاق المكتبة القرآنية، وهو الذي يساعدك على تفهم ما تتلوه وما تحفظه، وذلك عبر توفير مكتبة شاملة لكافة العلوم القرآنية وربطها ربطا حقيقيا متزامنا مع الآية قيد التلاوة أو الدراسة، ويمكن تخصيص محتوياتها بما يتناسب مع المستوى. فإن كان الطالب مبتدئا فستحتوي هذه النوافذ على التفسير ومعاني المفردات وأسباب النزول والتراجم إلى لغات مختلفة وعلى قواعد التجويد. أما إن كان الطالب ذو مستوى متقدم فيمكن أن تحتوي هذه على المتشابهات وعلى اختلاف القراءات وعلى البلاغة والإعراب وعلى الأحكام الفقهية والأحاديث المتعلقة بالآية قيد الدراسة. هذا وقد استخدمت في هذا البرنامج عدة وسائل مبتكرة وغير مسبوقة في تدريس القرآن الكريم، منها ما يعمل على تفعيل الذاكرة البصرية، وذلك باستخدام صفحتي المصحف المتقابلتين دوما واستخدام الرسم العثماني فقط وإظهار الآية أو الآيات قيد الدراسة. ومن الأدوات المبتكرة أداة أخف وأظهر، وهي تكافئ ما كنا نعمل به من إخفاء صفحة المصحف الشريف التي بها الآيات قيد الدراسة أو قيد الحفظ ثم إظهارها، ولكن بطريقة إلكترونية. أما الوسائل والتي تعمل على تفعيل الذاكرة السمعية فهي كتلك المعروفة في غيرها من البرامج، والتي تعمل على تكرار الآيات مفردة أو في نطاق من الآيات مجتمعة. ومن الوسائل المبتكرة التي قمنا باختراعها لضمان تفاعل الطالب أداة مبتكرة، وهي أداة سجل وقارن. كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس، حيث تعمل أداة سجل وقارن على تمكين الطالب من تسجيل تلاوته ثم مقارنتها بتلاوة مثالية لمقرئ مثالي، مما يساعده مع مرور الوقت ومن خلال التكرار على إجادة التجويد وعلى تحسين ترتيله. أما وسائل تفعيل الفهم والتدبر فهي تعتمد على ربط الآيات قيد الدراسة بالمكتبة القرآنية كما ذكر سابقا، مثل التفسير ومعاني المفردات وأسباب النزول والتراجم وغير ذلك. ويتميز هذا البرنامج المبتكر باختراع وسيلة غير مسبوقة للتواصل ما بين المدرس وطالبه.
ومما رزقناهم. الخطأ هو ترك قلقلة القاف. أفمن كان مؤمنا. الخطأ هو ترك إخفاء النون الساكنة عند الكاف. حيث يقوم المدرس بتعليم مكان الأخطاء على المصحف، ثم يضيف على كل منها تعليقه الصوتي والكتابي، وبذلك سيتمكن الطالب من أن يشاهد أخطاءه محددة الموقع على المصحف الشريف، ويقرأ تعليقات المدرس الكتابية، ويستمع إلى التلاوة المصححة، ويعمل بعد ذلك على إعادة التلاوة بعد تصحيح الأخطاء وإرسالها للمدرس كرة أخرى من أجل إعادة التقييم. صمم هذا البرنامج بطريقة تسمح له بمرونة فائقة تناسب كافة احتياجات طلبة القرآن مهما كانت. يسمح لك هذا البرنامج أن تتدارس القرآن متى ما شئت وفي أي من الأوقات التي تناسبك، كما أنه يمكنك من خلاله أن تدرس القرآن أينما كنت وأينما وجدت على وجه المعمورة، كما يمكنك أن تستعمله حتى لو لم تكن متصلا بالإنترنت، إلا أنك ستحتاج التواصل عبرها لوهلة بسيطة فقط بغية تلقي الواجبات وإرسالها إن كنت مرتبطا بأستاذ، ولا تحتاجها أبدا إن لم تكن كذلك. يمكنك أن تستعمل هذا البرنامج بغرض تعلم التلاوة فقط، كما يمكنك من أن تستخدمه بغرض تعلم الحفظ وإجادة التلاوة معا. يمكن أن تستخدمه معتمدا على نفسك في الدراسة، ويمكن أن تستخدمه لتدرس تحت إشراف أستاذ معتمد متخصص في تعليم القرآن. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج عونا لنا ولكم على تدارس وحفظ القرآن الكريم، وأن يرفع به درجاتنا، إنه سميع مجيب.